مساء الخير عليكم، معكم المطربة منى أسعد. اليوم احنا متواجدين في دار المسنين، غنحيو واحد الحفل ورا ديجا تبارك الله راه هو موجود الحفل مع الفنانين، مجموعة ديال الفنانين. طبعا التواجد ديالي انا هو شيء مؤثر جدا انني متواجد اليوم، بحكم ان انا كنفتقد الوالدة والوالد ديالي الله يرحمهم توفاو. فبني سمعت هاد المناسبة هادي فرحت بزاف، لان كل لقيت نرجع والديا ونشريهم بالفلوس كنت دفعت عمري ورجعوا لي في الحياة. فكنوجه رسالة لجميع الناس وجميع الأبناء أنهم يتهلاو في الوالدين ديالهم وما يضيعوهمش وما يرميوهمش في دار العجزة، ولكن حنايا كفنانين جينا حنا ولادهم وحنا موجودين هنا باش نفرحوهم. ودي مناسبة ديال جوج ديال الناس تلاقاو مسنين تزوجوا وحنا كنفرحوا بهم اليوم وكنغنيو لهم اليوم وكنتمنى لهم السعادة. والله سبحانه وتعالى كبير وعطاءته كبيرة، وعمر الإنسان ما ييأس في الحياة، لأن لو بعد حين ولو بعد حين اللي مكتوب في السماء راه كيتصرف في الارض، ولا مكتوب للانسان الزواج حتى لو كبر الحياه زوينه وان شاء الله يعني غيتزوج.